ومعانا دكتور محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي. يا مساء الفل وكل سنة وحضرتك طيب يا دكتور. مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين جميعا، وبشكر كل العاملين المتواجدين في القناة وسايبين أهاليهم وسايبين الفتيخ والرنجة بالعند فيك يا شيم. ايه يا دكتور، في ايه يا دكتور؟ جايين انت جايين وجايين عشان يقدموا خدمة لمشاهدي النادي الأهلي، فكل سنة وانتم طيبين جميعا اللي جوه القناة، وكل سنة وكل الناس اللي في كل الفروق، كل سنة ومصر كلها طيبة. لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. صحيح، وأنا بقول كده والله، أنا بقول كده يا شيمة. يا شيمة في ناس كتير ما بتحبش وفي ناس كتير بتحب، بس خلي اللي بيحب يحب بمزاج واللي بيكره يكره بمزاجه. أنا قلت حاجة، أنا قلت حاجة. أنت بتضغي بوجهة نظرك على المشاهد، على الفسيخ. ده ما ينفعش، وده في يعني ما ينفعش إن احنا نعمل كده. فلو سمحتي قولي للناس كلهم كل سنه وانتم طيبين، واللي بياكل فسيخ يستمتع، واللي بياكل رنجة يستمتع، واللي هياكل بصل يستمتع، واللي هياكل أكل عادي يستمتع. كل سنه وانتم طيبين واستمتعوا كلكم. كل سنه ومصر دكتور بخير. اكلت فسيخ يا دكتور؟ لا لسه بدري، الساعه 1 هاكل فسيخ طبعا. ده عمر جاي في الطريق وقال لي انا صاحي من الصبح بدري وخليتك انت تاخدي الفقره الاولانيه عشان اضرب فسيخ ورنجة قبل ما اجي. لا انا 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 بضرب فسيخ ورنجة وانا بتفرج عليكم. فبالتالي كل سنه وانتم طيبين، وانت خلصي وروحي كلي لحمه وفراخ زيه زي اي يوم عادي جدا، مش هتفرق معانا. لكن احنا بناكل يوم مميز بشكل مميز صح. وكل سنه والعالم. خليني اسال حضرتك يا دكتور محمد، احتفالات شم النسيم اختلفت ازاي عن زمان شويه؟ يعني مش زمان قوي، يعني من 10 15 سنه لدلوقتي. لا احنا زمان مختلفين طبعا عن هذا الجيل. احنا ما كانش، احنا كان حياتنا كلها فيها قناتين تلفزيون، وكان اكثر، وكانت رحلاتنا جميله، ناخد مركب ونروح لغايه القناطر، ناس تقضيها في المنتزهات العامه اللي كانت كتير. ان جيت الحق ما بقتش كتير دلوقتي، الخضره قلت، لكن الناس كانت بتطلع المنتزهات. دلوقتي الحمد لله بقى في نوادي وبقى في مراكز شباب، في اماكن اخرى بديله، لكن ما زال اعتقد ان النيل والقناطر الخيريه لو متواجد فيها اماكن للفسح هيبقى شيء جميل. لكن طبعا الدنيا اختلفت والايقاع اختلف، وبقى الناس عايزه تخلص بسرعه عشان تلحق تخلص شغلها، عشان تلحق كله، عشان تلحق عشان تلحق عشان تلحق. صح صح. الناس محتاجه الهدوء شويه، وانا شايف ان ده يوم الناس تريح فيه ويبقى في هدوء. وانا اسف ان انا جايبكم الشغل النهارده، لكن هتروحوا ترتاحوا كمان شويه. طب شايف ازاي برنامج النادي الاهلي النهارده بقى، سواء المقر الرئيسي؟ النهارده كنت بستعرض الفقرات الغنائيه والفنيه والفقرات الخاصه بالاطفال والاحتفالات الخاصه المعموله جوه مقر النادي الاهلي وجوه فروع النادي الاهلي في مدينه نصر وفي الشيخ زايد. شايف البرنامج ده ازاي؟ والله انا شايف انها خدمه رائعه عاملاها العلاقات العامه ومدير النوادي، عاملين شغل كويس قوي، وده شيء رائع. صحيح. وبالتعاون معاهم اعتقد هنقدر ننقل الناس كلها، سواء اللي قدر يروح النادي او اللي ما قدرش، هنقول لهم كل الاحتفاليات والمناسبه بشكل اعتقد اتمنى ان يمتعهم ويسعدهم. وبنشكر كل القائمين على هذا الموضوع. صحيح. اداره العلاقات العامه واداره الماكولات والمشروبات، كل الناس اللي في النادي فردا فردا، العاملين في النادي لانهم هيتعبوا جدا بكره عشان ينظفوا النادي. صحيح. بنشكرهم كلهم فردا فردا، وبنتمنى ان يعني نبقى احنا كقناه بنرد لهم شيء. صحيح. من اللي بيعملوه. أكيد. وبوعدهم ان هيبقى في قناه عن هيبقى في برنامج عن العاملين في النادي الاهلي. فعلا يا دكتور دي عيله النادي الاهلي، يعني شايفين قد ايه الاداره حريصه جدا ان هي تسعد وتبسط اعضاء النادي الاهلي. الحمد لله، وكل سنه وانت طيبه، وكل سنه وكل اللي عندك طيبين يعني. وحضرتك طيب، وحضرتك طيب يا دكتور، نورتنا يا دكتور في مكانك. كان معانا دكتور محمد العدل رئيس قناه النادي الاهلي.